والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى ابد الابدين وعلى ظهر الظهرين كلها امين. نتابع مع بعض في الردود على البدع والهرطقات، واتكلمت في المرات اللي فاتت الردود على من انكروا لاهوت السيد المسيح ومن انكروا لاهوت الروح القدس. النهارده هتكلم على من انكروا وجود الاله، على من انكروا وجود الاله او من انكروا وجود الله، او بمعنى اصح الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود اي اله. قبل ما اتكلم في الاجابه على تساؤلاتهم، احب اتكلم ان الله موجود ومن ينكرون وجود هذا الاله، لان في حاجه في نفس كل واحد فيهم بيحاول يغطي على حاجة هو خايف من هذا الإله، عشان كده بيهرب فيقول لك مش موجود، هذا الإله غير موجود. وكأنه زي ما قال أحدهم، كأن إنسان كفيف البصر يأتي عند بحر ويقول ليس هنا ببحر، أو يأتي عند جبل ويقول ليس هنا بجبل. سوف أتحدث على 4 أدلة تدل على وجود الله قبل ما أناقش، بعد كده إن شاء الرب وعشنا سأناقش كل فكرة بيقولوها على الكتاب المقدس أو ينكر وجود الله. لكن النهاردة هتكلم بوجه عام على أدلة عامة تدل على وجود الله. بيقول الكتاب المقدس: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسقوا ورجسوا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبل مفتوح، ثم الأصلال تحت شفاههم. فالإنسان الذي ينكر وجود الله هو إنسان غير حكيم، لأنه هو بيحاول يغطي على خطاياه أو على نجاسات قلبه فينكر وجود الله. سأتكلم على 4 آيات في الكتاب المقدس تدل على وجود الله، وهنحاول نشوف آية آية. فدي أول حاجة، أن الله والكون أو الله خالق هذا الكون، من خلال 4 آيات اللي هتكلم فيها. أول حاجة مزمور 19 ومن عدد 1 وعدد 2. طبعا احنا عارفين أن الإنسان اللي بينكر وجود الله زي ما قال الكتاب في نفس سفر المزامير مزمور 14. وطبعا اذا كان مزمور 14 بيذكر الانسان الذي انكر وجود الله، مزمور 19 بيرد على هذا التساؤل. مزمور 14 من عدد 1: قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا ورجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاح. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. هنا قال الجاهل في قلبه ليس إله، يجي بعد كده في مزمور 19 يجاوب على هذا التساؤل وبيقول لنا السماوات، مزمور 19 من عدد 1: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوما إلى يوم يزيع كلاما، وليلا إلى ليل يبدو علما. فأول حاجة يدعونا الكتاب المقدس فيها إن هي تثبت وجود الله، أو تثبت إن من وراء هذا الكون إله خالق هي السماوات والفلك وكل ما يحيط بنا. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوما الى يوم يزيع كلاما، وليل الى ليل يبدي علما. هفترض انا ان الكون اللي احنا حوالينا زي ما بيحاول البعض بيفسره، في 4 احتمالات: اما هذا الكون مش موجود، يعني ملوش وجود اساسا، فبالتالي خلاص يبقى ما فيش اله اوجد هذا الكون، او ان هذا الكون موجود وفي 3 حاجات. الحاجه الاولى ان تواجد هذا الكون بالصدفه، يعني أوجد نفسه بنفسه كده يعني، أو إن وراء هذا الكون إله أو صانع أو خالق، ده الاحتمال الثالث.
يعني احتمال الاولاني ان فيش كون، الاحتمال الثاني ان في كون بس الكون ده تواجد كده يعني ما حدش اوجده، او الاحتمال الثالث ان وراء هذا الكون اله اوجد هذا الكون، او الاحتمال الرابع ان هذا الكون اوجد نفسه يعني عمل نفسه يعني. والاربع احتمالات دول احنا هنجاوبهم مع بعض. السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طبعا الكون اللي موجود حوالينا احنا بنحس بيه، حاسين بحركة الأرض، حاسين بحركة النجوم، بحركة الشمس. سوري، الشمس حركتنا احنا حوالين الشمس، حركة النجوم أو تحركاتنا احنا حوالين النجوم، حركة الأرض حوالين نفسها، وبالتالي بيبقى فيه النهار والليل، أو حركة الأرض حوالين الشمس، وبالتالي بتتعاقب السنة أو فصول السنة الأربعة ما بين صيف وخريف وشتاء وربيع. كل هذه الحركات ومن خلال الكون اللي حوالينا. فبالتالي الاحتمال الأول إن هذا الكون غير موجود، ده مش يعني هذا الاحتمالية نستبعدها، هذه الفرضية نستبعدها، زي ما قلت لكم، زي ما إنسان يجي كده عند بحر ويقول لك ما فيش هنا بحر، أو يجي عند الشمس ويقول لك ما فيش شمس، أو عند جبل يقول ما فيش جبل، أو عند أي حاجة موجودة على الأرض اللي مش موجودة. الإنكار الأعمى، هذا إنسان أعمى قصير النظر، سوري لا أقصد أعمى أن أهين إنسان أعمى، لكن أقصد أعمى البصيرة وأعمى القلب، إنسان لا يستعمل الاستنارة التي أعطاه الله إياها اللي هو العقل البشري الذي أوجده الله فيه. فبالتالي هذا الإنسان الذي يقول ما فيش كون، هذا الإنسان قصير البصر. فبالتالي الكون موجود، والكون حوالينا بكل الطبيعة اللي موجودة دي نقدر نشوفها ونقدر نحسها ونقدر نلاحظها ونكتب المراحيض بتاعتنا ونشوف النتيجة الهائلة في الكون اللي حوالينا. فبالتالي فيه كون. فالفرضية الأولانية إن مفيش كون دي مش موجودة. الفرضية الثانية إن هذا الكون أوجد ذاته، يعني كده فجأة كده تواجد من نفسه. طبعا الكلام ده لو جينا هنرد عليه ونشوفه، طيب لو حد فينا كده ماشي مرة وعند مثلا عند شريط سكة حديد وليه قطر كبير ماشي، هل يتخيل ان هذا القطار او هذا القطر او عربية ماشية او طيارة بتطير في السماء يقول كده ان الطيارة دي عملت اوجدت نفسها كده فجأة كده ما حدش عملها، او القطر ده من نفسه كده بيمشي بيتحرك من نفسه، او العربية دي اوجدت نفسها؟ فبالتالي حتى هذه الفرضية ان الكون اوجد نفسه، الكلام ده ما ينطبقش حتى على الواقع العملي. لو احنا قعدنا نفكر فيه بعقل كده استحالة يكون الكون اوجد نفسه. ازاي اوجد نفسه؟ ما هو احنا من ساعة ما الانسان تواجد على الكون، بدأ الانسان يسجل الملاحظات بتاعته حوالين الكون، ما شفناش حاجة جديدة اتعملت من نفسها. ما شافش الإنسان مثلا كده مرة كده صحي من النوم لقي حاجة جديدة معمولة وما كانش موجودة قبل كده. فبالتالي هذه الفرضية أيضا إن الكون أوجد نفسه غير موجودة. يبقى بالتالي إن الكون مش موجود طبعا دي ملهاش أي وجود. الحاجة الثانية إن الكون أوجد نفسه، حتى هذه الفرضية أيضا غير موجودة. الفرضية الثالثة إن الكون عمل ذاته، يعني عمل نفسه كده من نفسه. يعني تخيل مثلا كده الأرض راحت عملت نفسها، الأرض راحت عملت نفسها، الشمس عملت نفسها. طيب إحنا أدينا متواجدين في هذا الكون، هل يتخيل حد فينا ان بالعقل كده ونفكر بهذه الكيفيه وبهذه الطريقه، هل الكون اوجد ذاته؟ هل الكون اوجد نفسه؟ هل كده نقدر نصحى الصبحيه كده مثلا ونشوف المخترعات اللي حوالينا، مثلا كل المخترعات اللي احنا شايفينها من بدايه من
اكتشاف الكهرباء واكتشاف قوة الرياح واكتشاف قانون الجاذبية واكتشاف الحاجات اللي هي أو اكتشافها الإنسان في الطبيعة. هذه كانت موجودة لكنها لم تأتي فجأة، لكن الإنسان اكتشف إن دي موجودة. فنتيجة اكتشافات الإنسان ليها بدأ الإنسان يعمل اختراعات زي الكهرباء وزي المحركات بتاعة المواتير والمحركات اللي هي طبعا نتيجة المحركات المواتير والكهرباء والغاز والبترول والحاجات اللي هي متواجدة في الطبيعة دي الإنسان لقيها موجودة، الله أوجدها ليه والإنسان اكتشفها. لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، ما جاش الإنسان كده ليه مثلا البترول ده فجأة كده الإنسان راح عمله. ما يقدرش الإنسان يعمل لا بترول ولا الإنسان يقدر يعمل كهرباء من نفسه، هي دي موجودة أوريدي، الله أوجدها في الطبيعة والله أوجدها في الكون. فالإنسان اكتشف هذه وبدأ الإنسان يشوف إزاي يسخر هذه لخدمته، إزاي الإنسان يسخر هذه الأشياء لخدمته عن طريق المخترعات والطائرات والتليفونات والإنترنت حاليا والكمبيوتر وكل المخترعات العظيمه دي اللي موجوده حوالينا. ما عملتش نفسها، ما صحيش الانسان كده وليه مثلا الكمبيوتر عمل نفسه، ما صحيش الانسان كده وليه مثلا الكهرباء تولدت كده، الحديد اتجمع على بعضيه، جه حته حديد من هنا وحته الومنيوم من هناك وبلاستيك من الشمال وجلد مش عارف من اليمين، وراحوا اتجمعوا كده بنفسهم وراحوا عاملين موتور عشان يولد لنا الكهرباء، او الحاجات بتاعت المفاعلات النوويه اللي هي برضو بتستخدم في توليد الكهرباء للانسان كده، او المحركات اللي هي التوربينات الكبيره بيحطها عشان في الميه او عشان الهواء يشغلها. ما جاش الانسان كده فجاه هي عملت نفسها كده ويجي الانسان يقول لك لا ده احنا دي هي عملت نفسها. ما صحيناش الصبحيه مثلا نلاقي الحاجات، لا في واحد اكتشف ان في قانون الحركه بتاعت الريح او الحركه بتاعت الميه او الحركه بتاعت الماده، فقدر الانسان نتيجه هذا الاكتشاف يبتدي الانسان ازاي يوصل ان هو يستفيد من هذه الحركه في تحويلها من حركه الرياح او حركه الميه الى ان هو يولد بيها طاقه مستديمه اللي هي الكهرباء، والكهرباء دي الانسان قدر يستخدمها في الصناعات بتاعته، او البترول طبعا الانسان طلعه من بطن الارض، ما طلعش البترول نفسه والبترول كده لانها كده راح طالع وراح عمل محلل ذاته كده وعمل البنزين في الشمال والغاز في اليمين والمواد الصلبه في لا دي كلها عملها الانسان. فاذا كان الكون اللي حوالينا نقدر نبص فيه مش ممكن استحاله يعمل نفسه، لان هي الطبيعه والقانون اللي احنا شايفينه ما ينفعش الانسان يعمل يلاقي هذه المصنوعات الانسانيه العاديه ونقول لها عملت نفسها. ما نجيش مثلا للطياره، الانسان مثلا مسافر ولاقي طياره، لك الطياره دي عملت نفسها بنفسها، انا مش هدفع مثلا فلوس عشان ادخل الطياره، لا لا دي الطياره دي ناس تعبت فيها وناس عملتها وناس صنعتها وفي مصانع اشتغلت فيها وفي بترول الغاز البنزين بتاع الطيران ده غالي قوي، وبالتالي مش ممكن ان هذه الاشياء صنعت نفسها، استحاله. فبالتالي فكره ان نقول ان هذا الكون اوجد نفسه، انا مش عايز اقول ان هي فكره مش حكيمه، لكن ما نقدرش على انها فكره عاقله، يعني فكره غير عاقله. فبالتالي كل هذه الاشياء اللي حوالينا، الكون اللي حوالينا، السماوات تحدث مد الله والفلك يخبر بعمل يديه، لابد ان يكون وراء هذا الكون من صانع او من خالق او من اوجد هذا الكون بهذه الدقه العجيبه، بهذه الدقه العجيبه. انا هقول لكم بس على شويه حاجات احنا نقدر نشوفها، وهحاول بس في حاجه صغيره قوي قوي
أقول لكم هذا التنوع الغير عادي الذي أوجده الله في الكون لابد أن يكون وراء هذا الكون إله خالق خلق هذا الكون وأوجد هذا الكون. فبالتالي الأربع فرضيات اللي احنا افترضناهم أن الكون ملوش وجود، طبعا دي فكرة مش مظبوطة، أن الكون له وجود بس الكون ده أوجد نفسه، يعني اتعمل كده محدش عمله يعني، طبعا لقيناها برضه ما هياش مظبوطه، ما لهاش على في العقل، العقل ما يقبلهاش. او الحاجه الثالثه ان الكون عمل نفسه بنفسه، طبعا هذه برضه الفرضيه مش مظبوطه كمان. اما الفرضيه الاخيره فان الكون اوجده اله خالق، اله حكيم، اله قوي، اله موجود قبل هذا الكون، موجود قبل وجود هذا الكون. وحتى الناس اللي بيحاولوا يفسروا كيف وجد الكون، المادة الأولى التي وجد فيها الكون، البداية للمادة الأولى، ومن أوجد هذه المادة، يعني في نظرية المادة لا توجد ولا تستحدث من العدم، المادة لا توجد ولا تستحدث من العدم، يعني ما ينفعش أقول إن الكون ده من العدم كده، من لا شيء اتوجد، لا، هذا الكون له وجود، وهذا الكون أوجده قائم على فكرة مادية أو حاجة مادية، لابد أن هذه الحاجة المادية طالما أنها موجودة في واحد أوجدها. من أوجد هذا الكون هو الله، ما أوجد هذا الكون هو الله. وتعالوا نبص كده في الكون بكل التفاصيل بتاعته الرائعة ونشوف قد إيه وراء هذا الكون إله خالق قدير حكيم موجود في كل زمان وفي كل مكان، هو يسع الكون كله والكون لا يسعه، لأن الكون محدود بالنسبة لهذا الإله أو الله. فبالتالي الكون اللي حوالينا ليه خالق أوجده وليه إله أوجد هذا الكون، زي ما بنشوف عربية، انا ضربت لكم مثل من شويه، لما تشوف عربيه ماشيه ما ينفعش تقول العربيه ماشيه من نفسها كده، لا، في حاجه، في قوه بتدفعها للمشي، هذه القوه اللي تدفعها في المشي اللي هي الموتور اللي بيحركها. او لما تشوف مثلا قطر كبير طويل، هذا لازم هتعرف ان انت مش مهم تشوف القطر اللي قدام اللي بيجر، لكن انت لما مجرد منك تشوف بقيه القطر تعرف ان فيه موتور كبير قوي هو اللي ساحب كل هذا القطر. وبالتالي ايضا عندما نرى هذا الكون بكل هذا الجمال وهذا القوه وهذا الجبروت، لابد ان يكون وراءه من اوجده، والمحرك للكون ده لابد ان يكون هناك من اوجد هذا الكون ومن حرك هذا الكون. وبالتالي السماوات تحدث مد الله والفلك يخبر عن عمل يديه، استحالة يكون هذا الكون تواجد بالصدفة أو ما وراهوش حد أوجده، لا، هناك من أوجد هذا الكون، هناك إله خلق هذا الكون، هناك إله عمل هذا الكون بكل التفاصيل الدقيقة الرائعة اللي احنا بنشوفها، الشمس في ثباتها وانها ترسل اشعتها لتحيا الارض، والارض تستقبل هذه الاشعه فتخزن الطاقه بتاعه الشمس جواها عشان تطلع بعد كده الانسان يستفيد منها، والارض بكل ما فيها من ثروات ومن معادن ومن حاجات احنا بنستفيد منها. طبعا دي كلها تدعونا الى التامل وتدعونا لاني يكون او اوجد هذه الارض اله صنع الارض. ايضا حركه الارض حوالين الشمس كل 365 يوم، او حركه الارض حوالين نفسها كل 24 ساعه، أوجد التعاقب النهار والليل، في مكان يبقى فيه نهار وفي مكان يبقى فيه ليل، ودوران الشمس الأرض حوالين الشمس أوجد الفصول الأربعة اللي اتكلمت عنها، في مدار الله صنعه للشمس، سوري للأرض،
صنع هذا المدار الارض انها ما تتعدهوش، والشمس ايضا في ثباتها الغير عادي ايضا ما بتقربش مره ولا تبعد مره شويه، لا لو قربت شويه الارض تتحرق، لو بعدت الارض تتجمد والناس اللي فيها يموتوا. هذا النظام اللي احنا لو قعدنا نبص في السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، دعوه الى التامل الى هذا الكون، ان مش ممكن استحاله ان هذا الكون اوجد ذاته بذاته، او ان هذا الكون اوجد نفسه بنفسه، او ان هذا الكون مش موجود، لا هذا الكون موجود، اوجده خالق صانع بقدره غير عاديه بحركه المدار اللي الله حطه للشمس للأرض والكواكب اللي حوالينا والقمر كمان اللي هو بيظهر كل 28 يوم أو 29 يوم، 28 يوم ونص. هذا الظهور أيضا للقمر وتأثير القمر على الأرض، وتأثير الشمس على الأرض، وتأثير الكواكب اللي حوالينا كلها علينا، والغلاف الجوي الذي أوجده الله حوالين الشمس مش ممكن يكون أوجد نفسه والعمل ذاته من ذاته، والمية اللي الله أوجدها في الأرض عشان الإنسان يحيا بيها، أو الهواء كمان اللي هو بنتنفسه، والطبيعة دي كلها بالجمال الغير عادي الذي أوجده الله. فهنا السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طبعا دي طبعا احنا الدعوه انا ما دخلتش لسه الانسان والحيوان، لان دي هتكلم عنها في الايات اللي جايه. لكن اول ايه السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ده اول ايه تدل على وجود الله، او ان هذا الكون في الجزئيه الاولانيه، ان هي من خلال الكون نظام الكون، اول ايه في رقم واحد اللي هي السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. الآية الثانية الحقيقة في موجودة في سفر الأعمال أصحاح 17 من عدد 24 لعدد 27. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. هذا الإله الذي أوجد هذا الكون، هذا الإله الذي خلق هذا الكون غير محتاج إلى هذه المصنوعات أو هذه الخليقة التي خلقها. وهنا هب أجاوب بعد كده على السؤال لماذا خلق الله العالم يعني، لكن أنا ما يهمني هنا بس إثبات وجود الله. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، ولا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفس وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض، وختم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلب الله لعلهم يلتمسون فيجدوه، مع انه عن كل واحد ليس بعيد. هنا دعوة ايضا ان الله خلق الكون وهو غير محتاج الى هذا الكون، انه مش خلقه عشان هو عايز هذا الكون، لا هو مكتفي بذاته، زي ما بيقول التعبير اللي احنا بنستخدمه ان الله غير محدود، الله غير محدود. وهذا الغير محدود ما هوش محتاج حاجه زياده، انه سموه لا نهائي، ما لا نهايه. الناس بتوع الحساب يقول لك ما لا نهايه، مهما نضفت لها او حذفت خدت منها ما تتاثرش بحاجه، ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه يساوي ما لا نهايه، ما لا نهايه زائد ما لا نهايه يساوي ما لا نهايه. فما لا نهايه دي هو الله اللانهائي، الله الذي خلق هذا الكون، الذي اوجد هذا الكون. هنا بيقول ان هو غير محتاج لينا، غير محتاج للكون اللي هو صنعه، لان هو غير محدود، ان هو غير محدود. اذا هو يعطي الجميع حياه ونفس وكل شيء. هنا وجود هذا الكون، وجود هذا الكون بهذا النظام، ان من حفظ هذا الكون هو الله.
من حفظ نظام هذا الكون هو الله، النظام الغير عادل الدقيق الرائع اللي يدعو إلى الدهشة والاستغراب، من أوجد هذا النظام هو الله. وبالتالي إذا كان كل واحد فينا أو كان في حد فينا عايز يثبت وجود الله، يبص للكون اللي حواليه، بص لأي مجرة من المجرات أو أي كوكب من الكواكب أو حتى للأرض اللي احنا عايشين فيها أو حتى للجزء اللي انت عايش فيه من الأرض، بص لحكمة هذا الإله وقدرة هذا الإله على الخلق وحفظ الخليقة بنفس الترتيب والنظام اللي خلق الله عليها الطبيعة وخلق الله عليها البشرية منذ البداية. هنا دي الجزء الثاني في الآية الثانية اللي هي الله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفس لكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض، وختم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسون فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منهم ليس بعيد. هنا خلق الله كده الخليقة من دم واحد، من طبيعة واحدة، كلنا كبشر ما فيش حد فينا في حاجة مش موجودة في التاني. هنا كل واحد فينا ما فيهوش حاجة مش موجودة في التاني، كلنا بلا استثناء اللي موجود فينا موجود في بعضينا، بس مع التنوع. مع التنوع، يعني ايه التنوع؟ هقول لكم يعني ايه تنوع. كل واحد فينا ليه عينين، كل واحد فينا ليه اذنين، كل واحد فينا ليه جهاز هضمي، كل واحد فينا ليه جهاز تنفسي، كل واحد فينا ليه جهاز دوري، كل واحد فينا ليه جهاز الاحساس كل هذه الامور. فاذا كان هذه الاجهزه كلها موجوده في كل واحد فينا، فهي بتعمل بنفس النظام لكل واحد، يعني كل واحد فينا الاجهزه اللي فينا بتعمل زي بعض، مع التنوع او الاختلاف لكل واحد فينا من المظهر الخارجي. وعلى سبيل المثال، وعلى سبيل المثال، يمكن حد يقول لك ابونا هو بيسمح حاجات احنا عارفينها ابونا. لا، انا اقول لك على حاجه. لو احنا كلنا اللي اوجدنا ده ما هواش حكيم وما هواش، كنت هتلاقينا كلنا صوره طبق الاصل من بعض. لا، ده انا اقول لك على حاجه. مره واحد بيسالني انا عايز اثبات لوجود الله، اثبات لوجود الله، رحت عملت له كده. طبعا شايفين كلكم صبع المرفوع ده، يعني قلت له البصمه اللي في الصابع بتاعي، انا كل واحد فينا عنده 10 اصابع، مش كده؟ البصمه بتاع اي صابع فينا تختلف عن البصمات بتاع ال10، يعني واحد فيهم مثلا السبابه تختلف عن ال10، الابهام يختلف عن ال10، الأوسط يختلف عن ال10، البنصر يختلف عن ال10، الخنصر ابتدى يختلف عن ال10، الأصابع ال10، كل واحد فينا، كل صابع فينا ما هوش زي التاني، لا أكتر من كده، ده ما فيش صابع لأي واحد فينا يتشابه مع صابع واحد تاني. عشان كده يمكن لما بتروحوا تعملوا البطاقة الشخصية أو البطاقة أو الباسبور بتاع السفر أو تعملوا لأي حاجة، بياخد بصماتك. يعني ايه ياخد بصماتك؟ لأن بصماتك دي بتاعتك أنت بس، ما تنفعش تطبق مع أي حد تاني. إحنا مثلا العالم ضغط فيه مثلا 7 مليار أو 6 مليار أو 8 مليار، أيا كان عدد البشر اللي موجودين، ما فيش واحد صابع بتاعه زي التاني، ما فيش واحد بصمته زي التاني. هات أي فنان عشان يرسم، واخد بالك، استحالة يطلع كله مختلف في هذا الحيز الصغير اللي هو مثلا 3.5 سم مثلا في 2 سم او 4 سم في 2 سم او ايا كان حجم العقله بتاعه الصابع دي، تختلف البصمه بتاع كل واحد فينا عن التاني، بل اكتر من كده. انتوا عارفين طبعا لو واحد مثلا اتجرح مثلا، فالقشره بتاعه الجرح دي بعد شويه بتطلع،
الجديده، الخلايا الجديده اللي بتطلع بنفس الصوره بتاعت الاولى، ما بتختلفش، ما بتختلفش. ليه؟ ان الاوجد من دم واحد كل هذا الكون، ده اله، ده ما هواش انسان عادي، ده ما هياش طبيعه، ما هياش الطبيعه وبيت نفسها بنفسها، لا استحاله، استحاله. العقل ما يقبلش. اذا كان البعض بيحاول يلغي عقله او يلغي وجود الله عشان في حاجه في ذهنه، انا الانجيل قالها دلوقتي بس انا مش هسبق الاحداث، هذا الانسان وهذه الطبيعه استحاله يكون وجودها كده من نفسها، او ما فيش حد اوجدها، لا ده اوجدها اله حكيم عاقل جبار في فكره، جبار في فكره. تخيلوا ملايين الخلايا في الجسم بتموت وملايين الخلايا في الجسم بتطلع مره تانية، ويعمل الانسان بكفاءه غير عاديه، الجسم الانسان بيعمل كفاءه غير عاديه. وزي ما قلت لكم يمكن اكتر حاجه واضحه لينا هي بصمه الايدين، لكل واحد فينا تختلف كل بصمه واحد عن الثاني. وصنع من دم واحد كل امم من السماء يسكنون على الاوق الارض، وختم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسون فيجدوه، مع انه عن كل واحد ليس بعيد. كل الهدف ان الانسان يتقرب الى هذا الاله لكي يتمتع بحب ويتمتع بالطبيعه التي اوجدها له الله. فالله اوجد هذه الطبيعه كلها من اجلي ومن اجلك، من أجل الجمط البحر، من أجل أزهرت طبيعة الحيوان، زي ما بنصلي في القداس الأغرغوري. الآية الثالثة ما هي موجودة في سفر أيوب أصحاح 12 من عدد 7 و8 و9. فاسأل البهايم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا، الذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر. هنا دعوة إلى التساؤل على البهائم وطيور السماء وأسماك البحر وكل الحاجات الحية، مش بس الإنسان، مش بس أنا وأنت وأخويا وأخوك وأبويا وأبوك وكل الناس اللي هم حوالينا، لا ده دعوة كمان إحنا نبص للتنوع الذي أوجده الله في الحيوانات. تلاقي الحيوان ما فيش حيوان يعني فصيلة من الحيوانات صحيح بيتشابهوا كلهم منهم أحياء، لكن كل واحد فيهم في تنوع. هذا التنوع الذي أوجده الله، في فرق بين التنوع وفي فرق بين التطور. التطور يعني حاجة تطلع منها حاجة تانية، الله ما عملش كده. يعني زي ما بيقولوا، أنا بحاول بعد كده إن شاء الله هكلمكم عن نظرية التطور وأثبت لكم عدم صحة هذه النظرية، لكن اللي عايز أقوله دلوقتي إن التنوع الذي أوجده الله في مش بس في الكون، في الـ الأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات التي بلا عدد بالنسبة لنا احنا، وكل فترة يقول لك ايه اكتشاف مجرة جديدة، اكتشاف مش عارف مجرة على بعد مش عارف كام مليون سنة ضوئية. الإنسان مش قادر كل يوم من الاكتشافات الجديدة اللي بيكتشفها في الكون، استحالة يكون إن هذا الكون وجوده كده اعتباطا أو أوجد نفسه، لا ده فيه إله أوجد هذا الكون. أيضا هذا الإله هو من خلقني وخلقك، هو أيضا خلق الكائنات الحية اللي هي موجودة معانا، اللي عايشة معانا، شركائنا في الحياة، الطيور والسمك والحيوانات، كل هذه شريكة للإنسان وتحيا معاه في نفس الظروف ونفس الطبيعة وبنفس الطريقة التي أوجد الله فيها. بص للسمك والتنوع الغير عادي للسمك، بص كل واحد فيه الله خلقه بيعمل حاجة بيعملها. للحيوانات اللي حوالينا كل حاجة فيهم بتعمل حاجة منذ أوجدها الله وهي بتعمل نفس اللي ربنا عملها فيها. بص للطيور، طيور السماء بالأشكال المختلفة والألوان المختلفة والتنوع الغير عادي، كل واحد فينا بيشوف هذه الطيور، الطيور لك السماوات تحدث مد الله والفلك يبلغ معنى. نعم كل هذه
لها من اوجدها، مش ممكن تكون تواجدها كده بالصدفه. الانسان موجود من اكتر من 4000 سنه او 5000 سنه، ايا كان الفتره اللي موجود فيها الانسان. ما سمعناش مثلا ان طير من الطيور تحول مثلا بقى سمكه، او سمكه من الاسماك تحولت بقت مثلا بهيمه، او بهيمه من البهائم تحولت مثلا بقت مثلا حاجه تانية. لا، التنوع ده اثبات على ان وراه اله، مش تطور. التطور غير التنوع، التنوع اللي هو موجوده بكل هذه الانواع المختلفه في نفس الوقت، وتعيش بنفس في نفس الوقت، وتعيش بالكيفيه التي اوجدها الله فيها، وكل واحده فيهم مختلفه عن الثاني في طريقه المعيشه وطريقه التكاثر والتوالد او البيت او ايا كانت الطريقه التي اوجد الله فيها هذه الكائنات. بص للطيور، بص للزحافات، بص لكل هذه المخلوقات، مش ممكن تكون اوجدت نفسها ولا عملت نفسها من نفسها، لا، اوجدها اله عظيم خالق. اسال البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، او كلم الارض فتعلمك، ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء ان يد الرب صنعت هذه؟ مين ما يعرفش ان رب ايد ربنا اللي عملت كده؟ طبعا الانسان اللي هو مش عايز ربنا، ومش عايز ليه؟ الايه الرابعه اللي هذكرها لكم، اللي هي موجوده في رساله روميا الاصحاح الاول ومن عدد 20، ده الجزئيه الاولانيه في المحاضره بتاعت النهارده. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية. الحاجات اللي غير منظورة اللي احنا مش شايفينها، في حاجات مش شايفينها طبعا، احنا شايفين حاجات لكن في حاجات مش شايفينها. الفيروسات، البكتيريا، العالم الغير مرئي، الحاجات البعيدة عننا قوي اللي احنا مش شايفينها، حتى يعني الإنسان بيستخدم مناظير كبيرة قوي عشان يقدر يتابعها. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. أمور الله غير المنظورة اللي احنا مش شايفينها دي، لما نيجي نشوف الطبيعة نقول إن وراء هذه الأمور واحد أوجدها. أمور غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية. قدرة الله السرمدية، قدرة الله الغير عادية، نقدر نشوفها فين؟ في المصنوعات، مصنوعات مقصود بها المخلوقات، يعني بالمخلوقات التي أوجدها الله. فعندما نرى هذه المخلوقات نرى من وراءها اللي هو غير منظور، قدرته غير المنظورة هو الله. فالله هذا الذي أوجد هذا الكون وهذه الطبيعة. فإزاي هذا؟ الانسان بيعمل ايه؟ انسان حاجه من اثنين، يا اما بيدرك ان هذا هو الله الذي خلق هذه، او يتجه الاتجاه الثاني اللي قال عنه نفس الايه رومي الاصحاح الاول من عدد 20 وعدد 21، لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر، لانهم لما عرفوه الله لم يمجدوه او يشكروه كاله. الانسان بيتامل في ده كله ويشوف هذا الكون ويشوف هذه الطبيعه ويشوف الكائنات الغير عاديه، بدل ما يشكر هذا الاله، بدل ما يتجه بالشكر ليه، اشكرك يا رب على هذا التنوع الغير عادي الذي اوجدته ليا، اشكرك يا رب على الطبيعه التي اوجدتها، على الميه، على الهواء، على السمك، على الطيور، على الزواحف، على البهائم، على الخضره، على الجمال، على الشمس، على كل الحاجات اللي حوالينا. بدل ما يشكر الله على كل هذه اتجه اتجاه خاطئ. ايه هو الاتجاه؟ لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه ولا يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي. كلمه يعني وصف غير عادي. الانسان اللي بيشوف الكلام ده كله ومش عايز يؤمن بربنا، انسان بيشوف هذه القدره الغير عاديه ومش عايز يقول ان ده وراها اله خلق هذا الكون واوجد هذه الطبيعه. الى هذا الحد الانسان انحدر في تفكيره وانحدر في 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 فكره. بيقول بعد كده الحقيقه ان ليه عمل كده الانسان؟ لان احب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. وبتكلم الحقيقه الايات اللي جايه في روميا بتكلم على ما هو حادث الان، لان انا شايف الحاد كتير قوي قوي،
وناس كتير بتسيب ربنا. بتسيبه ليه؟ بيتكلم على اللي حاصل الايام دي. يا ريت ناخد بالنا. انا هكمل لكم الايات اللي هي موجوده في روميا الاصحاح الاول من عدد 22. وبينما يزعمون انهم حكماء، عامل نفسه حكيم، صاروا جهلاء، لانه ايه؟ ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى. بدل مجد الله اللي جواه، الصوره الالهيه التي اوجدها الله فيها، بصوره الانسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات. لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه، سابهم ربنا لنجاستهم. طب هو استهان بصوره الله اللي جواه، سابوا النجاسه وسابوا للي عايز يعمله. لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه، لانهانت اجسادهم بين ذواتهم. الانسان بيهين جسده، بيقين الصورة التي أوجد الله فيها. وانتوا بتشوفوا قد ايه الانسان اللي بينحرف عن ان الله غير موجود، وبيحاول يفلسف نفسه ان الله غير موجود، وبيحاول يفلسف نفسه في الحال، لان جواه الخطية متأصلة فيه ومش عايز يتوب، مش عايز يرجع لربنا. النجاسة والعفانة اللي جواه مش عايزها، مش عايز يرجع لربنا. بدل ما يمجد الله كإله، والصوره الالهيه اللي انت اوجد الله فيها، اللي هي الجزئيه الثانيه اللي هتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، اللي هي شهاده الصوره الالهيه التي اوجدها الله في الانسان. الانسان بدل كده، بدل ما يعمل كده، ابدل وبدل هذا المجد الالهي اللي جواه. وبعدين لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه، لهنت اجسادهم بين ذواتهم. الذين استبدلوا حق الله بالكذب، حق ربنا بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. ساب ربنا وبيعبدوا المخلوق، بيعبدوا الانسان الذي هو دون الخالق، الذي هو مبارك الابد الابد امين. لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان. وبعدين بيتكلم على اللي هو الشذوذ اللي هو حاصل في الايام دي، لان ناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه، وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملؤون من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين الى الله، فالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمه. الذين اذا عرفوا حكم الله، عارفين حكم ربنا، ان الذين يعملون مثل هذه سيجوبون الموت، لا يفعلونها فقط بل ايضا يسرون بالذين يعملون. يعني عايزين يغيروا حتى القانون الطبيعي اللي اوجده الله فيهم. ويقول لك ده بيسترحوا، مش بس بيعملوا الخطيه ويفرحوا كمان ان يقودوا الناس الاخرين الى صنع الخطيه. انا الحقيقه هكتفي بالكلمات الالهيه التي وردت في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا. ويا ريت كده بس نقعد كده، كل واحد فينا يقعد كده ويشوف الناس او كل انسان ساب ربنا، او كل انسان غير مؤمن بالله، يراجع نفسه. هو فعلا في الحاجات دي ولا لا؟ في الحاجات دي ولا لا؟ هو بيداري؟ بيداري على خطاياه، وبيداري على اعماله، وبيداري على نجاسات قلبه. يقول لك ما فيش اله، لان هو عايز يسكت صوت من ربنا جواه اللي هو صوت الضمير. ودي اللي هي الشهاده الثانيه. أنا قلت لكم هتكلم عن أربع حاجات على وجود الله. أول حاجة اتكلمت عنها الأربع آيات اللي هي في خلال الكون ومن خلال الطبيعة. الشهادة الثانية شهادة الضمير، وده الضمير صوت من الله أوجده في الإنسان. لو إن الإنسان أوجد نفسه بنفسه، ما كانش يبقى فيه هذا الصوت، صوت الضمير اللي بيقول له فيه غلط وفيه صح، فيه كذب وفيه حق، في حلال وفي حرام، او بلاش حلال وحرام عشان محدش يزعل، لكن هقول في حاجات خطيه وفي حاجات غير خطيه، في حاجات
ربنا عايزها مننا وفي حاجات ربنا مش عايزنا نعملها. من أوجد في الإنسان هذا الصوت؟ البشرية عاشت من أبونا آدم إلى موسى النبي طوال هذه الفترة بلا وصية مكتوبة، يعني ما كانش فيه وصية مكتوبة وقانون مكتوب. القانون المكتوب والوصية المكتوبة وجدت في عندما خرج بني إسرائيل من أرض مصر، وطبعا من خلال كتابات اللي هو الوحي الإلهي على يد موسى النبي اللي هو سفر التكوين والخروج واللاوون والعدد والتثنية، وأيضا يقال كمان إن هو سفر أيوب كمان من ضمن الأسفار اللي كتبها موسى. لكن اللي عايز أقوله إن البشرية عاشت بصوت الله أو صوت من الله اللي هو صوت الضمير في داخل الإنسان منذ خلق الله آدم إلى وجود الوصية المكتوبة في العهد القديم اللي هي الوصية العشر. طول هذه الفترة كان الإنسان يعرف الحلال والحرام، كان يعرف الخطأ والصح، كان يعرف الثواب والعقاب، كان يعرف الصح إيه والغلط إيه. وحتى هذه اللحظة لو حد فيكم اتحت له فرصة إن هو مثلا يتعرف على قبيلة من القبائل اللي هي لم تصلها حتى المدنية الحديثة، على سبيل المثال اللي هي بعض القبائل اللي هي في الأمازون في البرازيل، أو بعض القبائل كمان اللي هي موجودة في أفريقيا، هناك بعض القبائل لم تصلها المدنية بعد، لكن عندهم نظام هم ماشيين بيه وعارفين الغلط وعارفين الصح، عارفين الحرام وعارفين الحلال. تلاقي كل واحد فيهم كده عارف الغلط والصح. طب هم جابوا منين هذا القانون؟ جابوه منين هذا القانون؟ احنا ممكن احنا الناس اللي عايشين في المدنيه الحديثه او اللي احنا وصلتنا للمدنيه الحديثه عارفين طبعا في الوسائل الالهيه من العهد القديم من العهد الجديد، والمسيح جه من 2000 سنه واعطانا العهد الجديد، وعارفين الوصايا: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تكذب، لا تحلف، لا اذكر يوم الرب وتقدسه، انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر لا يكون لك اله اخرى امامي. الوصايا العشر كلها اللي موجوده في سفر التكوين، والوصايا اللي موجوده في الكتاب المقدس كلها، والوصايا اللي موجوده في العهد الجديد: احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. بل ايضا قال: احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسوون اليكم وتهدونكم. باركوا لعنيكم، احسنوا لمغضيكم، كل هذه باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. كل هذه الوصايا موجودة في الكتاب المقدس، لكن الناس اللي ما عندهمش هذه الوصايا عندهم صوت الله اللي هو أو صوت من الله اللي هو صوت الضمير، وده الحقيقة هنقرأ عنه في رسالة روميا الأصحاح الثاني ومن عدد 14 ومن عدد 15. بيقول ايه؟ لان الامم الذين ليس عندهم الناموس، اللي ما عندهمش الوصايا المكتوبه، ما تفعلوا بالطبيعه. ايه هي الطبيعه؟ بالطبيعه اللي هو بالقانون الطبيعي الذي اوجده الله فيهم، اللي هو صوت الضمير او صوت الله، صوت من الله اللي هو صوت الضمير اللي جواهم، اللي هو بيسميها ما تفعلوا بالطبيعه. تبدأ مين أوجد هذا الصوت ومين أوجد هذا القانون جواهم؟ مين اللي أوجده؟ تفتكروا مين؟ بقى تعال نفكر كده، إن لم يكن هناك إله خلق هذا الإنسان وأوجد فيه هذا الصوت، من يكون؟ من يكون؟ عشان كده ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. دول ناس الله أوجد فيهم صوته أو صوت منه اللي هو صوت الضمير، اللي هو ما تفعله بالطبيعة اللي هو أوجدها الله فيهم، عارفين الغلط وعارفين الصح، عارفين الحلال وعارفين الحرام، عارفين القتل غلط، عارفين الافتراء غلط، قاعدين هم في القبيلة بتاعتهم بياكلوا ويشربوا وعايشين مع بعضيهم بالنظام اللي هو القبل اللي موجودين بيه. إن كانوا هم دول أوجدوا، يعني ما فيش حد أوجدهم، طب منين جالهم إن في غلط وفي صح، في حلال وفي حرام، إن هم يتجمعوا عشان يدافعوا عن القبيلة ويحموا بعضهم ويحبوا بعض ويطلعوا يصطادوا
الراجل يصطاد من الغابه عشان يجيب اكل لاولاده واسرته، والست تقعد في البيت عشان او تقعد في الكوخ عشان تجهز الاكل لجوزها واولادها. مين اللي اوجد فيهم ده؟ مين اللي اوجد فيهم هذا الحب واوجد فيهم كل هذا ان لم يكن الله الذي خلقهم؟ فبالتالي صوت الضمير اللي موجود في كل واحد فينا يدل على ان وراء من اوجدنا او وراء من خلقنا هو الله. عشان كده هكمل لكم الايات بتاعه روميا اللي هي تدل على وجود الضمير. لان الامم الذين ليس لهم عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس، فهؤلاء ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم، الذين يظهرون عمل الله مكتوبا في قلوبهم، شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكيه او محتجه في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيل يسوع المسيح. انا مش هدخل في تفسير كتير قوي في الايه دي لان فيها كلام حلو قوي، لكن انا اردت ان استشهد بهذه الايه لكي ما اقول ان هناك الضمير او ضمير الاباء قالوا ان هو صوت من الله او ناموس موجود في كل واحد فينا، بيقول ده غلط وده صح، ويطلع الطفل عارف الصح فين والغلط فين، ويكبر عارف الصح فين والغلط فين. القبائل التي ليست لها قانون طبيعي عارفين الصح فين والغلط فين، وبيعملوا حسب ما الضمير بتاعهم بيقول لهم. ده الدليل الثاني على وجود الله. الدليل الأول الكون والطبيعة اللي حوالينا، الدليل الثاني اللي هو الناموس اللي هو بيقول عنه الرسالة معلمنا بولس الرسول، الذين لأنهم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، وهؤلاء ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يزرون عمل الله مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيل بيسوع المسيح. ده الدليل الثاني. الدليل الثالث، أغلب البشر حتى في العصور القديمة، في العصور التي لم يعني مش بس بني إسرائيل، حتى أيضا الأمم اللي نسموهم إحنا الوثنيين، هؤلاء الناس أيضا مؤمنين بوجود إله، هؤلاء الناس أيضا مؤمنين بوجود إله ومؤمنين إن هذا الإله هو الخالق. وصح في ناس بيؤمنوا بآلهة، تعدد الآلهة، لكن كلهم بيؤمنوا إن في إله خالق، إن من خلقهم هو هذا الإله. أنا كإنسان مسيحي بؤمن بوجود هذا الإله، حضرتك برضو إنسان مسيحي بتؤمن بوجود هذا الإله، أي إنسان حتى كمان أي إنسان غير مسيح أيضا مؤمن بوجود إله، وكل واحد مؤمن بأن إله هو من أوجد الكون وإله هو الخالق. فهذا الإجماع العام من كل البشر بوجود إله ألا يدعو الناس الملحدين والغير مؤمنين إن هو يفكر وتعقل؟ طيب أنا وأنت كمسيحيين مؤمنين بوجود إله، مظبوط؟ طيب والإنسان الغير مسيحي مؤمن إن ما فيش إله، كلام مظبوط؟ طيب هقول لكم على حاجة، كلام كل واحد فينا يحتمل الصح ويحتمل الخطأ، مظبوط؟ يحتمل، مش هنقول 50% صح و50% غلط، يعني كلام الراجل الملحد يحتمل ان في اله 50% ويحتمل ان مفيش اله 50%، ونفس الكلام ينطبق علي وعليك ان 50% في اله و50% مفيش اله. طيب هنفرض فرضا والفرض ده يعني جدلي يعني من مخنا كده ان مفيش اله وكلنا متنا، ايه اللي احنا خسرناه؟ انا كانسان مسيحي وانت كانسان مسيحي او انسان يهودي او انسان مسلم او بوذي او ايا كان الدين بتاعته باي صوره باي شكل، يعني ان احنا كلنا متنا ومفيش اله، هل خسرنا حاجه؟ ما احنا عايشين في العالم مبسوطين وفرحانين وسعداء، مش كده؟ ما خسرناش حاجه. وهذا الانسان الملحد لو العكس بقى،
لو فرضنا ان في اله موجود وهذا الانسان الملحد تفاجأ كده ان في اله، ماذا ستفعل يا مسكين؟ هتعمل ايه؟ انا قلت احنا مش هنخسر حاجة، صح؟ طب وهو، طبعا انا مؤمن في اله، بس عشان حد يفتكر حاجة تانية، لا انا بمشي مع هذا الانسان الملحد بنفس فكره. طيب هذا الانسان لو تفاجأت كده ان في اله، ماذا ستفعل يا مسكين؟ هتعمل ايه؟ هتقول ايه بقى للاله؟ هتقول له انا كنت منكر وجودك؟ هيقول لك اديتك الكون حواليك، اديتك الطبيعة اللي حواليك. انت كإنسان لو بصيت حتى لأصغر حاجة فيك اللي هي صبعك يثبت لك بوجودي، أي عضو من أعضائك أو أي جزء من أجزائك يثبت إن في إله خلق. الحيوانات والطيور والأسماك والنباتات والطبيعة والفلك، المجرات اللي احنا حوالينا كلها تثبت إن وجود إله. طيب أنت ليه ما آمنتش بيا؟ ماذا سترد أيها المسكين؟ ارجع وتوب قبل فوات الأوان، لأنه ستأتي ساعة يقولون للجبال اسقطوا علينا والأكان غطينا، حتى يصرخ الإنسان من وجه هذا الإله. ما هيجي هيدين العالم، مش هيسيب العالم كده، الله عادل، سوف يأتي ليدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد كما يكون عمله. الشهادة الرابعة والأخيرة طبعا مش هقدر أتكلم عنها بتوسع كتير، لكن أنا أشرت إليها كتير قبل كده، اللي هي الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يقول لي إن في إله. الكتاب المقدس يتكلم عن هذا الإله بكل صفاته الحلوة وصفاته الجميلة، المحبة والرحمة والحكمة والصلاح والتقوى والبر والتعفف، ويتكلم على هذا الإله القوي السرمدي الموجود قبل كل وجود، المحب، الأب، الحنون، العادل، القاضي، المحامي، المدافع، كل هذه الصفات الإلهية بتاعته اللي احنا شفناها في السيد المسيح له المجد. الوحي الإلهي له يشهد جميع الأنبياء أن باسمه غفران الخطايا، أن كل من يؤمن باسمه ينال مغفرة الخطايا. ليس هناك إله غير هذا الإله الذي أوجد هذا الكون، الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله، الذي أوجدنا في مجد وبهاء وعز ورفعة. هذا الإله القدير الحكيم، هذا الإله الذي أوجدنا هو نفسه الظاهر في الجسد، هو اللي جدد طبيعتي وجدد طبيعتك. هذا الإله يسوع المسيح اللي شفناه بصفاته الإلهية، الخالق الموجود في كل زمان وفي كل مكان، الحي مصدر الحياة، القادر على كل شيء، الذي صنع كل شيء، الذي خلق عينين الأعمى، الذي خلق الطبيعة. هذا الإله رأيناه في يسوع المسيح اللي قال عن نفسه: من رآني فقد رأى الآب. أنا والآب واحد. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم في الواحد. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وانا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. هذا الاله الواحد، هذا الاله الازلي الابدي، هذا الاله الذي اوجد الطبيعه، هذا الاله الذي اوجد الكون، هو بذاته لم يتغير. الدليل الرابع على وجود الله الوحي الالهي والكتاب المقدس منذ العصور الاولى حتى ما قبل مجيء المسيح، وعندنا أسفار من الكتاب المقدس من العهد القديم وأسفار العهد الجديد أيضا بعد مجيء السيد المسيح، وكلها تدل وتشهد على وحدة كاتب هذا الكتاب، أن هو الله الغير محدود، الله القادر على كل شيء. ألخص اللي قلته: الأدلة على وجود الله، أربع أدلة على وجود الله. الدليل الأول الكون والطبيعة، اتكلمت فيه على 4 آيات. السموات تحدث بمجد الله، والفلك بيخبر بعمل يديه. اسأل البهائم فتعلمك، طيور السماء فتخبرك. إن قدرة الله السرمدية وقدرته التي أوجدت هذا الكون، ودليل على إن هذا الكون أوجده الله. ده أول دليل، اللي هو الكون اللي حوالينا والطبيعة اللي حوالينا والإنسان. الدليل الثاني اللي هي الضمير،
الضمير الذي أوجده الله في كل البشر وفي كل البشرية، يشهد الصح والغلط، الحلال أو الخطية وغير الخطية، بيشهد لصوت الله وقانون الإله في داخل كل إنسان، الضمير حتى في الناس اللي هم ما عندهمش الكتاب المقدس. الدليل الرابع اللي هو اتفاق البشر اللي هم بيعبدوا هذا الإله، قلت لكم احنا مش هنخسر حاجة، احنا بنعبد هذا الإله، احنا مبسوطين وفرحين وسعداء بيه. الدليل الرابع اللي هي الوحي الإلهي أو الكتاب المقدس، اللي هو بيدل على أن هذا الإله هو يسوع المسيح له المجد. لإلهنا القدوس الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود، الآن وكل أوان ظهر الظهور كلها، آمين. آمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. آمين.